خلينا اسمعني نحن اسمعني كلمة اسمعني سيئة في بس الزمن. لحظة، أنا دلوقتي، توقف أنا كلمة سيئة دلوقتي في استنى الزمن. بس، أنا دلوقتي اتخانقت مع سهيلة وعايز أقتلها، إيه المانع؟ لا انا، انا بقول لك خرب انا بيت كأناركو هقبح، اقبحك اقبح. الفعل ده قبيح يا حبيبي. انا عند، اسمع اسمع يا 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 نصر، انا عندي في عالم، عارف تسمع عن واحد اسمه افلاطون؟ كان بيقول في عالم اسمه أسمع عالم موصل ولسوه. إغريقي، أيوة أسمع عنه، يوناني. هو كان في عالم اسمه عالم موصل، محقق في خلال العالم في حلقة للشيخ هيثم بيقول هو إغريقي. يعني على ابو الشيخ، ما هو بيهبد، ما موضوعنا مش موضوعنا دلوقتي. خليها بس، خليك معايا. في عالم موصل اهو، في محقق خارج الذهن، وفي صدق، في كذب، في القتل، في مش عارف ايه، الايثار، في كل القيم والمثل محققه وحسنه وذاتها، يعني حسنه قبيحه وذاتها. قبحني انت بقى، اعترض عليا، انا ما بقولش بالنفع، تمام. انا معياري تمام. ذاتي مش ما مش مش نفع، موضوعي يعني تمام في ذات القيم. تمام اتفضل. تمام، وفقا لمعيار التحسين والتقبيح، وفقا لمبدا التحسين والتقبيح فالاخلاق نسبيه. اسمعني بس، انا ما طعتكش. اسمعني انا دلوقتي، انا لازم هقاطعك عشان انت بترد بعيد خالص، مش انا وهو. هو قبل ما يجي قلت لك الكل يا ربي، اما حصل في ذاته، ما حدش جاب له سيره يا لا مطلق ولا نسبي. هو اصلا بيقول كويس يا وحش، هو بيقول لك بمبدا التحسين والتقبيح ده هو. انا فالاخلاق نسبيه. ماشي 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 يا ابني، ما انت عندك تحسين وتقبيح، انت عندك نظريه امر الهي، عندك تحسين وتقبيح. انت السرقه عندك حرام، انا عندك بكلمك حرام. من ممكن اتكلم؟ انا بكلمك لو انا ملحد، لو انا ملحد دلوقتي، يبقى ما عنديش مانع ان انا، يعني انا مثلا دلوقتي شديت مع واحد في الكلام، وخاطر جاي كده ان انا ما احتكمش للقانون، وروح طلعت سكينه وقطعت رقبته، هل ده خطا الحاديا؟ ويعني سام هاريس بيقول في كتابه الاراده الحره، بيقول ان المغتصب. قرات الكتاب ده؟ قرات الكتاب ده؟ لا، الدكتور هيثم. الدكتور هيثم طلعت. اي والله ينور عليك. ممكن اتكلم؟ دكتور هيثم يعني طلعت اكيد لي في كتاب الاراده الحره. واحد من علي اشرف كخه وعلي علوك هيطلع ايه؟ بيقول يعني ابن الشرق هيثم طلعت، هيثم طلعت ان المغتصب لا يمكن تخطيئه الحاديا، لا يمكن تخطيئ المغتصب الحاديا. ليه؟ لان الحاديا الانسان عباره عن ذرات، والمغتصب ده بيحرك الذرات تماما. طبعا انت عباره عن كيس جيلاتي، ذرات ولا حاجه، انت مصاصه. لا انا بسالك انت، انت ايوه انا بقول لك احنا ذرات يا سيدي، انت بقى ايه؟ انا لا انا مادتك ايه بقى؟ بتكلم عنك دلوقتي. وانت انت كبني ادم، انت ايه؟ انت كانسان ايه؟ ألست احنا أنت ذرات عباره عن، انا مادة، عباره عن مادة. سمكه متطوره. أيوة. ألست عباره عن لا متطورة. ده ذهب السمكه احنا بنصيده من البحر وبناكله، انت يعني ايه؟ يعني عادي اقتلك صح؟ ما انا بقتل السمك. ايوه صح 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 تصدق صح. كلامك صح، كونسبت مقنع جدا على فكره. انا اقتله انت بقى. اليابان الناس ماشيه في الشارع تقتل في بعض، وحاجه قمه في الهمجيه. والسويد الناس يعني مركبين خوازيق لبعض في الشارع من كتر ما هم ما عندهمش اي مبادئ، عشان هم ملحدين، ماشيين على الحديث بتاع سيدنا ريتشارد دوكنز اللي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا ستيفن هوكينج. دلوقتي يعني الانسان الحادي عباره عن سمكه متطوره، وانا باكل السمك البلط والسمك ده، مفيش ودان على فكره، ما بيسمعش. هل ينفع قسم بالله ما بيسمعش لك انت، بما انك انت سمكه متطوره، ينفع اقتلك؟ لا يا استاذ، انت اي حد وخلاص. انت في نفسك تقتل؟ يعني انت شكلك مزنوق في قتل والله. أنا عايز أقتل سهيل. أنا أقول لك، لا ما تقدرش تقتلني عشان أنا اللي هقتلك. استنى أنا عايز تقتل مين يا حسين؟ الدكتور هيثم طلعت كان جايب سهيلة في فيديو، ويعني بيقول لأنها مش يعني ملحدة، فأنا عايز أنتقم. إلهي يشيل ويحط عليه، يا رب تتسلخ في خاده هيثم ابن طلعت. اتفضل. وأنت بتكرش على هيثم طلعت يا نصر؟ غالبا. قول بصراحه، انت طبعا بتطلع اكتر من صاحبتك. الدكتور هيثم، اسمع الدكتور هيثم، لو متكلمش عليه قول. على فكره احنا بنحترم كل ميول بالنسبه لنا، وممكن نكلمه يعني. الدكتور هيثم، ابعت لي الفيديو ده يا ناصر، ابعت لي الفيديو اللي هيثم بيتكلم عليا فيه، يا رب يتكلموا عليه في المول. هبعت لك الفيديو يا سهيله. الدكتور هيثم سهيله، استنى بس. الدكتور ايه؟ ممكن يتكلم. الدكتور هيثم، انا يعني
ممكن اتكلم. الدكتور هيثم قدوتي في محاربة الإلحاد. استمروا الإلحاد يزيد. استمروا استمروا هنزيد والله. بس هو ما قالش مرة كان جاي الأخلاق بالنسبة له إيه يا أناركو؟ هو ما قالش الأخلاق عنده إيه تمام أصلاً. أصلاً مرة هو كان جايب سهيلة دي واحد حافظ مش ما هو طالع موجه من الدكتور هيثم طلعت قايل له وحالف له أما تشوف سهيلة ومعاه شوية ناس قاعدين معاه كده قول لها كل الكلام ده بقى مرة كله مرة واحدة. هو ايه يعني مره كان جايب سهيل كمل بصي فيديو هيكمل مش هو وجايب هشام المصري فبيقول دول يعني ملحدين وكده وناس بيدعوا الى هدم المجتمع فانا قلت يعني لا يمكن يعني طالما ناس بتدعو انا بسال عليها انا بسال عنها قالوا له دي مش في مصر قلت والله نفدت بجلدها فاي حد انا بالنسبه لاي حد يعني المعلم هيثم طلعت يقول عليه ده مش كويس انا يعني هقتله معلم هيثم طل هو بيترول هو بيترول ده بيترول اوكي لا لا والله بيتكلم بجد ما بيترول لا لا ده بيترول فعلا نصر ايوه دخل لك كده عندنا قال لك انا ممكن لو واحد مسيحي عنده محل ذهب اسرقه واقتله ما عندوش مشكله نصر ده ذرات مش ذرات يعني مش ذره الاتوم لا ذرات ذرات ليترلي لان هو مش عارف يعمل اي حاجه في الحقيقه انت تعبان قوي يا نصر اللي بيقعد يقول كده يطلع في اخر خشوش مش انتوا بتصدقوا مش انتوا بتصدقوا العلماء انا جبت لكم عالم مسلم مين ده العالم يا عم الحاج الدكتور هيثم طلع ثواني بس الدكتور هيثم طلع اتكلم يا ثانيه واحده يا استاذ الدكتور هيثم نفسه يا نصر بقى استنى استنى كان العلم نفع نفسه يا نصر الدكتور هيثم طلعت اثبت بجدارة ان القرآن الكريم هو من عند الله جاب ابحاث يعني اثبت بورق علمي ان نظريه التطور دي نظريه خاطئه والتدهور تعالى كلمني بس جاب وريني البحث اللي هو جابه اثبت فيه ان القرآن من عند الله سبحانه البحث ده هو ايوه اقول لك البحث ده هو الملحدين اخفوه عشان لو 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 ظهر هو مش هياخد جائزه نوبل مين لو ظهر مش هياخد نوبل انت بتهزر ولا بتتكلم بجد والله العظيم بتكلم بجد لو 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 حقيقه عنده صحيح لانه ممكن نتكلم طب لحظه هو نصر عنده كام سنه هو انت نصر عندك كام سنه بجد قبل الهزار لا 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 أنا عندي 35 35 والله كان عليه ينفع اسالك عن شهادتك او الدراسه او المهل الدراسي ينفع لو ما ينفعش عادي ما تقولش انا واخد شهاده اصول دين طب مش انت معاك اصول دين وتسمع على هيثم طلعت لا هو أنا هو مسلم أخي في الإسلام أخي في الإسلام اقفل يا هيثم عندك أخو قول يعني دلوقتي يعني يا سهيلة أنت مرتدة أو اسمعني الآخر ثواني يعني وبتحرض على الإسلام وبتحرض على الناس يعني عايزة تنشر الفسق والفجور في المجتمع دلوقتي انت خطر يعني اتكلم قبل الاوتوبيس ده خلاص انت حسين انت ليلتك زرقاء يخرب بيتك ايه اللي تحت البيت ده انت بتقول ايه انت بتقول ايه يا ابني مين اللي قالك تقول كده قول والله ما هنعمل فيك حاجه بس قول مين اللي قالك تقول كده بتكلمين انا ولا بكلم مين انت اياد ايوه بكلمك انت مين اللي قالك تقول كده ان سهيله بتعمل الحاجات دي انا سمعت فيديو عند الدكتور عمرو نور الدين بيقول عنك كده وهو اي واحد معدي يقول لك حاجه تسمعها انت ما عندكش عقل هو كده اتجلد يعني 80 جلده مبدئيا الاستاذ ده والاستاذ اللي قال له هو ده لا تقبل منه شهاده لا تنزليه منه الشهاده ده انت تستتاب نستتيبه بقى صلوا على النبي يا جماعه نستتيبه والله بص يا ابني انت كده ارتكبت كبيره وكسر المحصنات ده كبيره فاستغفر ربنا وقول ورايا استغفر الله العظيم قول ورايا انت يا حسين يا هي بتشجع ان قول البنات ما تتحجبش لا والله لا استتيب استغفر الله العظيم كل ذنب ايوه واتوب اليه ايوه واتوب اليه تبت الى الله تبت الى الله ورجعت الى الله هي بتشجع البنات معقول بس قول بس قول التوبه عدل قول البنات ايه بتقول البنات بعد ما يتوب نزليه عشان ما تقبلتش توبته ان ملحد اللي استوى اصلا ده متخلف نزليه يا سهيل لا طبعا ده انا ده احنا نهزر حد يلاقي حاجه يضحك عليها وينزله ليه استنى يا سؤال ليه بتقول البنات المفروض ما تلبسش حجاب انت يعني ثواني دلوقتي يعني انا مش بتكلم كده وخلاص يعني
انا لما بقول انت مين فين مصدرك؟ فين مصدرك؟ إيه؟ عمرو نور الدين ولا الدكتور هيثم طلعت؟ انت بتكذب يا ناصر. الاثنين شيوخ، الاثنين الاثنين شيوخ. لا لا انت قلت هيثم طلعت تتكلم عليا. ايوه هما الاثنين اتكلموا، هما الاثنين بيحذفوا الحصانات وهما الاثنين هيروحوا 60 باقي. اتفضل الدكتور عم. ما انت لو لو مسلمه حقيقيه ما كنتش تشتمي على شيوخ كده وعلماء المسلمين، تمام؟ دول لكن واضح ان العلماء يا نصر انت عبيط يا نصر، عيب كده كبير وتقول الكلام ده، عيب يا والله نصر. العظيم والله العظيم والله انا لما بسمع الدكتور كبير ده، انت كبير ومعاك شهاده يجي 2 كيلو، عيب عيب تقول كده، عيب. اتكلم من فضلك، انا والله العظيم لما بسمع حلقات اتكلم لما بسمع حلقات الدكتور هيثم طلعت والله العظيم كانه تسلا اللي بيتكلم، ولا بتاع ده مندل والله اقسم بالله إيه؟ والله العظيم كانه مندل بيتكلم في قوانين فيزيائيه وبيتكلم في حقائق علميه، والله العظيم اقسم بالله اوروبا كلها ما تعرف تتكلم زيه اقسم بالله. انت شفت اوروبا بتتكلم علشان تقارن بالدكتور؟ انت طلعت من فصل المعزه بذمتك ودينك، ركبت ميكروباز وداك المركز بتاع بلدكو بذمتك، اسمه مايكروباز مش مايكروباز. انت ركبت ميكروباز وداك المركز بتاع بلدكو ما ركبتوش، يعني انت بتتريق على نطق الدكتور السليم مخارج حروفه السليمه وعليك وقعت في شر عمالك. شر عمالي ايه؟ ولا انت بتهبد يالا، انت بتهبد. انت كذاب يا ناصر. ممكن مداخله بسيطه؟ اشتغلنا يا ناصر كده، عيب. لا اشتغلكم ازاي يعني؟ واحد ده انا هرشته من بدري والله. لا مقتنع يعني والله. هذه حاله ايه يا جماعه؟ واحنا نعمل والله العظيم ان نعمل جاهدون على شفاء هذا الرجل والله. انتهبل يا نصر واحنا بنحاول نعالجه، ساعدنا عشان نساعدك يا نصر. اقعد بقى على الشيزلونج يا نصر، اقعد على الشيزلونج يا نصر واسكت اسكت يا حسين، اقعد على الشيزلونج مدد رجلك. اتفضل يا استاذ اناركو، حاول تعالج الحاله دي. اتفضل. ليه يا سؤال؟ انا عملت حاجه؟ انا قاعد مؤدب والله ما عملتش اي حاجه. واقول لك عالج الحاله يا استاذ، عالج الراجل. ما انا حسيت دي عقوبه يعني. لا هم اللي قاعد على الشيزلونج عالجه. تمام انا ما امتفكش اللي فيه، بس ماشي فهمت. اوكي يا ناركو طب ماشي. بص يا ناصر، والله العظيم لو طبقوا الاسلام والله العظيم كلكم هشتركم عبيد وهبقى انهي اسلام سواء. انهي اسلام؟ طيب انهي اسلام يعني؟ والمصحف هو عينه من الصوره وفاكر انه هياخدها سبيه. مش بقول لك يا ناصر خليك على الشيزلونج اوعى تنزل. يلا يا نار. بص يا ناصر هقول لك حاجه حبيبي، انت عندك، انت يعني البيت عندك تسمح انك تجيب حيوان اليف؟ جربت تجيب شجره؟ لا الكلاب لانها بيسكن فيها الشيطان. بيسكن جواها الشيطان؟ ايجار مؤقت ولا دايم؟ هاتها وانفخ فيها من تحت ديلها كده يطير من بقها على طول، وده يبقى كده حلال. او هات قطط، في حيوانات تانية غير القطط على فكره. في ثواني. طب انا عايز اعرف انت صادق ولا كذاب؟ نصر انت دارس شريعه بتقول صح؟ مصادر التشريع ايه في الدين الاسلامي؟ مصادر التشريع القران الكريم طبعا، والحديث الشريف، والاجماع الامه، والقياس او الاجتهاد. ماشي طالما اقول لك عطشت الجيم يبقى ماشي. ده سؤال سهل بصراحه. طب اوكي اكيد في اسئله مش هعرفها يعني، انا مش منجم بس اتفضل عادي. لا مش منجم ولا حاجه، معتمد المذهب الحنفي بتاع الامام ابو حنيفه. قول لي 3 كتب من معتمد المذهب، من متون المذهب ابو حنيفه النعماني. اتفضل. ما اعرفش صراحه. شافعي. مش عليك انا مش هحرب. طب الشافعي؟ لا انا مدرسه بقول لك ده الاصول دي ما درستش. نعم. طب المالكي 3 كتب بس من اي مذهب فقهي؟ اي 3 كتب؟ انا مسلم على الفطره. طب قول اشرح لي العول. اشرح لك ايه؟ العول او العول زي ما ايا كان نطقها يعني. عارف العول بتاع العول هو اسمه؟ استاذنك والله ما اعرف، انا بتكلم يعني. تشرح العول اصلا؟ لا نهار ازرق ونيل. العول انا بكلمك يعني دلوقتي. هل استنى بس عمر بن الخطاب يعني الدكتور هيثم طلعت لما اتكلم عمر بن الخطاب ها
هل هو لما اتكلم اتكلم بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا دلوقتي انت بتسف يا دي، انت فكك، انا هرشك من الاول يعني... بس سؤال اللي كانت مصدقك، بس انت بتسف انت كذاب. ايه يا عم والله ما بيسف، والله هو مريض يا يعني ايه بتسف؟ يعني ايه بتسف؟ ربنا انت ده ظلم. اقفل يعني يا دكتوره دكتوره اتش. دكتوره اتش ده ما يعرفش العقل ان في حبيبي في القران في يعني خرم كده اهو في الميراث، في لو في ان في حاله في كيس حصلت في عهد عمر، محصلت في عهد الرسول، مش مذكوره في القران. لو اتقسمت الانصبه كان مذكور في القران مش هيديك واحد صحيح. يعني انا معايا 100 جنيه هقول ان هدي نصها للبروف انهم في امريكا في امريكا يا عم، مالهم الامريكا الى القانون الاسلامي. بس يا انت بتحور والله، والله العظيم اقسم بالله. مين اللي قالك كده؟ دكتور هيثم طلعت ولا مين؟ اقول لك. لا 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 استنى يا روح، خليك على الشيزلونج يا ناصر، ما تنزلش. مين اللي قالك تقول كده؟ دكتور هيثم طلعت هو اللي قالك؟ والله ما حد، والله ما حد قال لي اقسم بالله. لوحدك يا اختي ده بقى ده في لا ده لا هو برلوني. انا سمعته برلوني. انا سمعت من شيوخ المسلمين بيقولوا، بس انا هو ما طلبش مني. يعني في امريكا اقول لك والله معلومه، في معلومه في امريكا ما الوحده بعد الساعه 12 بالليل ما تقدرش تخرج الشارع. لو خرجت وحصل معاها مشكله واتخطفت مثلا ورنوا على الشرطه هيقولوا لا ما نعرفهاش، لازم تيجي البلكونه في امريكا. والستات ماشيه عادي يعني لحد الساعه 8 هستنى لحد الساعه 12 هيتخطفوا. والله العظيم لو رنيت على الشرطه في الليل في امريكا هيقولوا ما نعرفكش. يا ابني انا بقالي 23 سنه في امريكا، يعني اكذب العلماء هو بيتكلم عن امريكا البلد، اكذب العلماء وصدقك العلماء. ما تنزلش من على الشيزلونج يا جماعه، بنعالج حاله يا جماعه، شويه رحمه يا جماعه، ما فيش في قلوبكم رحمه. انا اقعد يا ناصر مكانك، انتوا بتهرجوا انا هنزل، لو بتهزروا انا هنزل. لا اوعى يا ناصر، والله لو نزلت من على الشيزلونج ما هطلعك عليه. تجاوبوني طيب. نجاوبك في ايه يا ناصر؟ قول هنجوزك هنومه في الاخر. قول دلوقتي ليه الدول الاسلاميه اكثر امنا من الدول الغربيه؟ ثواني لحظه. في فرنسا، السودان اكثر امنا، السودان والصومال ومالي وامبراطوريه افغانستان. قول يا حبيبي. قول دلوقتي فرنسا يعني في واحد بيقولوا في شغال في حانه، بيجيب امه واخته بيشغلهم معاه في البتاعه دي. واحده بتجيب مشاريب والثانيه بتكون حانه الاقدار. اوعى تكون حانه الاقدار اللي على ناصية الشارع. واحد ملحد كمان. اوبا ولا لا ادري كيد. لا ملحد بيجيب ام اخته، لو لا ادري هيجيب اخته. بس يا جماعه انا مش بهزر، اللي يرد مش بتهزر. ايه يا نصر حرام عليك. اللي يرد ادب. والله الشيزلونج مساء صباح الخير يا جماعه. اهلا يا دكتور. مساء الفل. اهلا يا دكتور اتش. عاملين ايه؟ ازيك يا امل؟ ازيك يا استاذه سهيله؟ بنعالج حاله. اتفضلي يا دكتور. لا انا مش لا كبس يا جفار، كبسوا يا اولاد والله العظيم انتوا بتهرجوا. طب بذمتكم انتوا ضحكتوا طول اليوم زي دلوقتي؟ يعني ده طب انا عايز يعني 50,000 في الشويه اللي اتكلم فيهم نصر دول. يعني والله انا مش فاهم يا نصر على السيزون ده. ايمان انت والله ما انت قايم، هنعمل شاي دلوقتي. اتفضلي يا دكتور. انا كتر السكر قد ما تقدري. مثلا اعمل ايه؟ قدر السكر قد ما تقدري عشان يجيك السكر. نصر ايش الاشي اللي عم بتحاول، يعني شو الشيء اللي عم بتحاول تثبته يا نصر؟ انت كثير ضايع. انا مش بقول حاجه والله العظيم، انا بتكلم هم بيقولوا احنا بناخد بكلام العلماء. انا جبت لهم ثواني يا استاذ سويلة، انا جبت لهم كلام من كلام علماء مسلمين. ابحثوا كده على والله العظيم بكلمكم يا جماعه. ثواني انتوا اكيد يعني بتكرهوا الانسان ده، هو لانه والله العظيم عايز يهديكم الاسلام وعايز والله يخلكم تدخلوا الجنة. بالعكس والله ده أكثر واحد ساعد في انتشار الإلحاد هيثم طلعت ده، يعني فعليا ده هو
وامثاله من اكتر الناس اللي ساعدوا في انتشار الالحاد واللادينيه. لا لا اقولكم شغله، اقولكم شغله، هلا بغض النظر للشخصيات او الافراد، احنا بالاسلام ما بنعتمد لا على افراد ولا على شخصيات، احنا عندنا منابع، عندنا القران الكريم وعندنا السنه. لا حول ولا قوه الا بالله. تنكري هيثم طلعت ده معلومه لدين بالضروره. لا لا دلوقتي انتوا يعني انا شايف، انا شايف والله العظيم، وده فعلا صح. يعني دلوقتي انا لو عايش في عالم ملحد، انا لو عايش في عالم ملحد يعني ايه، ابقى خايف على نفسي وعلى مالي وعلى ممتلكاتي، لانهم مش بيخافوا ربنا. حيلتك ايه يا ناصر؟ حيلتك ايه يا ناصر؟ مش معايا غير يعني ستر ربنا، انا بتكلم يعني بصفه عامه. يعني طب ويعني هنستأ منك ستر ربنا يا ناصر؟ لا اكيد، يعني مثلا افرض انا مثلا معايا مثلا عجله بروح بها الشغل، هيسرقها الملحد. يا بروف عارف لو خدت العجله بتاعته اقسم بالله هاجي الساعه 8 وربع واكلم الشغل. اه والله يا مستر هايلن، لما طلع نصر انا فرحت، لما قلت لك، قلت لك نصر انا جبته من تحت على طول. عمرو زكي انا اللي جبته من امبي. بس يا بروف هقول لكم شغله، احاول انا اعدل على، طب اسمعوني بس هيك نظبط شوي الكلام، حاول اعدل بس على كلام نصر. هلا نصر عم بيحاول يقول لك انه المؤمن بيكون في عنده دافع ذاتي حتى لو ما حدش شايفه، جواته بيمنعه من انه يتصرف تصرفات غلط لانه هو بيخاف ربنا، سواء في ناس. ايوه برافو عليك ابو لهب. اه يعني هو عم بيحاول يحكي هاي الفكره. يعني انا اتحداك يا سهيلة، اتحداك يا سهيلة انك انت ما عندكش اكتئاب وعايزه تقتلي نفسك. كلكم كلكم عندكم اكتئاب وعايزين تقتلوا نفسكم. هو انا، انت لو نزلت من البلل هيجي لي اكتئاب. لا خليك قاعد. لا ما انا كده كده نازل دقيقتين كده ونازل. يعني كلكم 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 بلا استثناء، يعني وجود الله سبحانه وتعالى بيخلق طمأنينة عند الانسان. يعني ايه؟ ان الحياه دي مش اخر حاجه، في اكيد ايه ثواب عقاب، وفي يعني ظالمين هياخدوا جزاءهم يوم القيامه، وفي صالحين هيدخلوا الجنه. لكن لكن انت نزلت من على الشيزلونج ليه يا ناصر؟ اقعد يا ناصر، ارجع زي ما كنت. انا ما نزلتش. شاطر يا ناصر. تمام. يا جماعه اتكلم بلاش. نعمل لك كل سهيلة. فدلوقتي كلكم عندكم امراض نفسيه وبتروحوا لدكاتره نفسيين والله العظيم. طب وانا مصحف مدفع 1000 جنيه لدكتور نفساني لو انا ماشيه بنظم المرور في الشارع؟ احنا هنهزر والله العظيم. كلكم عندكم امراض نفسيه عايزين تقتلوا نفسكم. يعني مفيش حد، مفيش حد، مفيش حد بينكر وجود الله الا بيبقى عايز يقتل نفسه. بصي يا نصر، ايكيو عصايه ماشي، اقعد على الشيزلونج. انت بتنزل ليه؟ والله شفتك بتتزحزح دلوقتي، اقعد على الشيزلونج. كملي يا دكتوره اتفضلي. اه لا لا لحظه لحظه، لانه بدا يخبط. ثواني بدا يخبط معلش عشان نحكي عن الاول. انا بروف بتاع كلاب هاوس، ازيك عامله ايه؟ اهلا اهلا يا بروف، انا عامل لك فولو يا بروف، او اعمل لي فولو. انا عامل لك فولو وحمل لنصر فولو، لان نصر تعالى يا نصر فولو يا نصر اهو. لا لا بس شوفوا يا جماعه عشان الناس بس اللي عم تسمع، لانه هو عم بخبص. الاكتئاب يا استاذ نصر مرض ليس له اي علاقه بدين او عقيده. من بعد انا بقول لك انا الاكتئاب او يعني من معلش اكمل اكمل لا لا لا، الاكتئاب هو مرض يصيب اي شخص، سواء مسلم سواء يهودي سواء ملحد، ما له علاقه بالدين نهائي. هو حاله نفسيه بمر فيها الانسان. ما بيصير انك تيجي تقول للشخص مجرد انك انت انت يمكن تزيد مثلا نسبه الوحشه، نسبه الوحده، انه الانسان بيصير مادي بشكل كبير، بس ما بتقدر ابدا تربط الالحاد بالاكتئاب. هذا غلط، هذا غلط علميا، ما بيصير. تمام تمام، فهم فهم. انت عم تحكي معلومه طبيه غلط، الاكتئاب مرض. لا انا مش بحكي، انا ماليش دعوه بمعلومه طبيه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يعني دلوقتي كل الاكتئاب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شياطين بتيجي للإنسان. يا جدع يا جدع هو يا جدع. أنا بس هو يا بروف، أنا يعني يا بروف أنت كل ما تتكلم هو بيتزعزع من على الشيزلون. سيبه يتعالج. والله ما عندكم رحمة. اقعد يا ناصر.
يا ناصر يعني ناصر حل كويس اوعى والله ما هنتخلى عنك اتفضلي يا دكتور. يعني دلوقتي لما يكون في يعني ما فيش حد مسلم اصابه الاكتئاب. طب انا اجاني اكتئاب لما ابوي توفى وانا مسلمه يعني اعطيني الحد يلا اجاني اكتئاب بكل اعراض اي حد. انت مش مسلمه بقى بتشتغلين ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بتشتغلين مش مسلمه لان المسلم الحقيقي ماذا يقول عند المصائب؟ يقول كل نفس ذائقه الموت ويقول انا لله وانا اليه راجعون. تمام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انت اسلم السائل على ايه بس بحاجه رصر. الحاجه الثانيه كفرني انت عشان اجاني اكتئاب انت طلعتني كافره. لا اله الا الله. ما انا اقول لك ثواني اللي هو الاكتئاب ده اللي عندك ليه انت ابتعدت عن اجاني وتعالجت منه انا هلا بطل عندي. انت مثلا كشفت وجهك اتكلم انت مثلا كشفت وجهك شفت وجهك مثلا وشفتك مثلا واحد شاب فالشيطان ايه فراح الشيطان جه لبسك يعني عشان انت فعلت معصيه فمسك الشيطان لبسها عشان مسك. اتكلم يا جماعه اتكلم اخر واخر مره والله يا جماعه لا والله مضروب يلا يا ناصر فجه الشيطان لبسك فحصل لك اكتئاب لكن تقول الاكتئاب سببه حاجه في المخ والكلام اللي انت بتقوله ده كلام فاضي. الاكتئاب سببه الشيطان. ايوه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مشرب. مش ربنا بيقول للشيطان زي لك لحظه يا مسلم انت الشيطان بيمشي في الدم يا ربنا بيقول للشيطان ليس لك ما لك على عليهم الا ان توسوس لهم ما للسلطان عليك نهائي. فازاي بتقول لي الشيطان بيتلبس الانسان بيسبب له اكتئاب؟ ما فيش الكلام ده. ربنا الشيطان اخره يوسوس له. طب ماشي تمام بس خلاص تمام. بقول لك دعوتكم بس بيوسوس قبل كده يا ناس شفت شيطان بيوسوس؟ ايوه ايوه وسوس لسيدنا ادم وسوس لسيدنا ادم عليه السلام. اقول لك حاجه حلو شفته بيوسوس شاف الانسان بس يا دكتور انت شفته هو بيوسوس يا ناس؟ طب كان بيوسوسه بصوت عالي ولا بصوت واطي؟ يا سهيلة اتكلم تفضل تفضل. لو خليه خليه يكمل تحليله للحاله عندي. انت هلا كفرت طلعت من عشان اجاني اكتئاب يا هيرو ولبستي الشيطان. تدخلي يا هيرو لو سمحت تدخلي حبيبتي عشان نشوف احنا كلنا النهارده والله مجندين لصالحك يا نصر. اوعى تنزل من الشيزلونج اقعد كويس. انا مش عايز انت اتزحزحت دلوقتي اطلع ارجع اقعد تاني مدد يا نصر اتفضل. مش عارف نعمل لك فولو يا نصر. انت كان انت بتحاول كده والله تعملوا ما تعملوش. انا اهم حاجه عندي دين ربنا ما تبوظوش ربنا. ايه انت مش فاهم يا نصر انت مش فاهم ايش بدين ربنا. احنا صعبه عم تحكي حكي فاضي كله. انت اللي بيسمعك بيكفر. ولما يحصل بقى انت يا دكتوره لا لو سمحتي انا اعترض. ما حدش يتكلم معاه بالطريقه دي. لازم يا هيره بهدوء. الاستاذ ناصر بيعتبر الدكتور هيثم طلعت والشيخ عمرو نور الدين هم علماء وعملوا اوراق بحثيه ولكن اخفاها المحسنين اخفاها الملحدين حتى لا يحصل على نوبل. لو سمحتي لو خدت الورقه دي من فضلك جدود ابتدينا بقى نهزر يا ستي رجعي الورقه. مسكن هينتكس يا اختي. اقعد على الشيزلونج يا نصر وما تسمعش للناس دول يا ستي. لو عندك الورقه جيبيها لي. اولا معانا الرقبه هيره الاي كيو يعني عصايه ممسحه. اولا الاي كيو ثانيا مظبوط تم سرقه الاوراق البحثيه لمين؟ هيثم طلعت. سوري تم سرقه الاوراق البحثيه لهيثم طلعت وعندما سرقوها رجعوها ورجعوا له فوق فلوس وقالوا له بليز ما تفضحناش. وإجا تنبيه من الأزهر إنه ده ما يطلعش عشان ده هو سبب الإلحاد العظيم اللي صار في مصر وضواحيها وسائر المشرق. حتى البابا شنودة قبل ما يموت قدم له جائزة نوبل من عنده قال له ميرسي عشان أثبت لها إن الدين ده يعني مش من عند حدا
من عند اهي جماعه اعترفت ان انهم سرقوا الجائزه اهي اشهدوا اتمنى بس تسجلوا ولا سرقوا الورقه انت يا بنتي سرقت الجائزه ولا سرقت الورقه ما هي ربا هنعمل ايه احنا سرقنا الورق البحث اللي عمله عملنا دراسه عليه في ناس لما شافته ماتت من الضحك فلفنا رجعنا لا لا انا مش مش لا, لا انا بتكلم باحترام مش بس مش بستهزئ وهي محتاجه انا باقصى من احترام مش قادره صراحه مش قادره شوفوا بقى الالهه لما تبتدي تضحك يعني طيب مش عشان انت تدوكي رتبه اله تعملي فينا كده انت ما فيش رحمه والله حرام عليك يا كده 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 خلاص يعني انا بتشتموا عالم من العلماء لا انا هنزل ارجع شازلونج نصر انا هنزل لا لحظه هم ما شتموا لا يا نصر والله هتنتكس يا نصر يا جماعه بنعالجه يا جماعه والله افتحوا او ينزل ينتحر عشان تتبسط يا دي النيل علينا وعلى البتاع الكلام اللي قلناه يا اخواننا يا اخوان نحن نعالج هذا الشخص والله انتوا ساهمتوا في ضياع استغفر الله العظيم يا رب تعالى يا نصر تعالى يا نصر والله مين اللي اسم طلعت كده يا سهيل مجوزك هنومة يا نصر تعال اهو تعالى يا نصر هيجيب لنا هيثم طلعت كده يجيبه والله اتمنى لا مستحيل يا نصر ايوه كده اطلع اقعد على الشيزلونج دي تاني انت نزلت من على الشيزلونج دلوقتي لما بتكلم بنت السهزيه هي بتقول لك اي كيو عصايه ممسحه يعني ايه الكلام ده يا نصر يعني تفكيره يعني زي تفكير الفار او زي تفكير يعني اللي هو صفر يعني الثقافه عنده ما لا انزل هنا هذا يا هيره لا لا استني لا, استني. لا اعني ذلك نهائيا واذا فهمت ذلك فانا اسفه ولكن عندما ذكرت الورقه البحثيه التي تمت سرقتها يعني بكل شو اسمها انا بتكلم يعني انا بتكلم يعني انتوا دلوقتي بتقولوا انكم بتدعوا الانسانيه ليه بتنصروا ضد المسلمين دلوقتي حاجة. الانسانيه حاجه انا تانية. لو حاجة تانية. دلوقتي اليهود كلامي يزعل على سيره الانسانيه يا انت يا سهيله كانت على شو الورقه البحثيه كانت بتقول يا نصر لا الورقه البحثيه كانت بتقول اسمع والله بدي اشوف نصر انت ايش بدك يعني انت بتدافع عن هيثم طلعت باعتبار انه هو يعني ابن تيميه مثلا ولا لا 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 لا, لا, لا انت عادي ما بيقولك عادي زي عايز اتكلم يا جماعه انتوا دلوقتي فهمنا انت عايز ايه انتوا دلوقتي بتعترفوا بالعلماء واسرائيل طلعت ربع مش عارف اكتر ناس هم من اليهود اللي هم العلماء طب ليه لما يجي واحد مسلم عايز يطلع اكتشاف علمي بتكمكموا على الموضوع وبتحاولوا انكم تكبتوا اكتشافه كان ايه يا يعني نص لو سمحت تكلمني عن المشروع العلمي اتفضل هو يعني خبير بيولوجي هو عمل نعم عمل ايه عمل ورق علمي بيثبت فيه ان نظريه التطور خاطئه هو بيثبت ان الالحاد بيهدم الثوابت المجتمعيه و تمام يعني اثبتها كيف يا نصر اثبتها بالنظريات الورقه سرقت الورقه اتسرقت بس انا اعرف يعني طراطيش منها نعم عرفت طراطيش منها ازاي وبعدين ما هو اللي كاتب الورقه ما عرفش يكتب واحده تانية ما هو لسه عايش زي القرد اهو ما بيعملش غيرها ليه يا من غير ما نغلط فيها عشان نصر يضربوا على تشيزلونج بص يا حوريه ولا مين فيكم اللي بتتكلم اتكلم يا نصر قول طيب بصي يعني اولا يعني اتمنى يعني ان لن تجاوز عند الوقت ما جيتش قلت مثلا دوكنز ده هو ابن 60 في 70 صح ما تقول ان شاء الله يعني حتى تضربه بالشبشب انا ولا يفرق معانا اهم حاجه عندي انت تتعالج وتبقى كويس ازاي ما انتوا يعني انبياءكم عادي الحب هيثم طلعت في حد ذاته مرض لا شيوخكم لحظة عادي اقول ده اسمع لا 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 اسمع ما تقارن كلامهم عن شخص عادي عايش معانا في زماننا هذا
بانه حد بيتجاوز على الرسول او بيتجاوز على الانبياء، ما حدش فيهم بيتجاوز. انا هذول الناس بعرفهم وناس محترمين، ما في ازدراء عندهم. مش انا كنت بعمل شيء، انا اسف، فاتني حاجه يا سهيلة؟ انا بقول بيقول لك الورقه بتاعت هيثم طلعت اتسرقت، وهو سمع منها طراطيش كلام. ورقه هيثم اتسرقت، وبعدين بقى هينتكس يا جدعان وحياه رب. اتسرقت يا سيدي، ايرا اللي سرقتها عرفت وقالت ان في ناس كتير اطلعت عليها وماتت من الضحك. قول يا ناس، قول ربنا يعافيك يا حبيبي. حاجه على فكره، على فكره اتفضل. يعني على فكرة السبب الأكبر سبب والله العظيم لو تفكروا فيه كويس، أكبر سبب لانتشار الاغتصاب والتحرش في الوطن العربي والإسلامي والله حاجة واحدة يا جماعة. الحاجة دي هي إن المهور غليت في البداية، والحاجة الثانية إن المسلمين يعني تقاعسوا عن فريضة مهمة في اللي هي إيه؟ عفوا يا جماعة، أنا طبعا كنت نص نايم ونص صاحي، بس سمعت إنه الورقة البحثية اللي هيثم طلعت انسرقت، فأنا اتخضيت. يعني كيف انسرقت؟ هذه معانا واحد غالبا دايما اللي بيبقى على راسه بطحة بيحس يا جان. أنت وبيرة سببها إن المهر ده. إيه أسباب اللي كيف انسرق يا أنا بدي أسأل هذا وصل هيدا هو وصل للاغتصاب. أنا مش فاهمة إحنا دي ودانا هنا نتكلم، ما أنتوا بتعملوا كتم مش سابلنا نتكلم يا دلوقتي حبيبي. يعني هو استنى بس في أحد متابعين الأستاذ هيثم طلع. سؤال استنى يا جانو، ثانية واحدة يا جانو، ثانية يا جانو. معنا الأستاذ برضو من أتباع الدكتور هيثم طلعت، بيقول لك دكتور هيثم اكتشف أن الزنا بين اثنين غير متزوجين يصبح ربا. ده بيتريق ده. لا طبعا ده من اتباع دكتور هيثم. لا بيتريق ده، علمك ممكن يكون امر هو اكتشفه في الورقه البحثيه اللي سرقت. لا بيتريق. المهم يعني استاذ نصر استنى يا حورية من فضلك ثواني. هيرة انا كنت حابه اسالك، انا قريت الورقه البحثيه بصراحه في مجال تشرح لنا عن هذا كاني؟ لا بس خليني أقول لك شغلة. يعني كيف راح ينسرق؟ أنا عندي كتاب لصديقي صديق الراحل ديفيد رجل كهف، عندي كتاب ورقي، عندي كتاب PDF. والله أهو جاهد والإناها أقسم بالله أجل الدليل أهو. يعني ديفيد رجل كهف كيف ينسرق؟ ديفيد رجل كهف كان ملحد وقتل نفسه عشان هو ملحد، عشان الاكتئاب بتاع الإلحاد. شفتوا؟ الحمد لله. لا شكرا لا يا رب. أهو شاهد من أهلها. يا ناصر. أنا بعترض على إنه يحكي عن الاكتئاب. شوف أي معلومة طبية لو سمحت ما تتعرضش لفكرة الاكتئاب وتقول عشان إنه ما بيصير وما بيجوز، هذا كلام غلط. الاكتئاب بيصيب أي شخص، فخلص لو سمحت بلاش تعيد وتزيد، والكلام ده أصلا يعني مستوى مش كويس. غير نرجع للاكتئاب. تكبيس يا جماعه لو سمحت. اقول لك بقى يا نصر خشف ايه تاني. مشكله والله بتكلم بجد، المشكله يعني بتاعه الاكتئاب، عفوا بتاعه العنوسه وبتاعه وبتاعه التحرش وبتاعه الاغتصاب، والله العظيم اقسم بالله الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما ملكت ايمانكم. يعني دلوقتي احنا قفلنا. الدكتور هبسم ده جاب الحل ايه اللي هي ما ملكت ايمانهم؟ يعملها ازاي؟ ما مش بتكلم عن الدكتور هيثم دلوقتي، ما احنا خلصنا موضوع احنا قلنا الورقه العلميه سرقت. يعني الورقه العلميه كان يا قلبي معلش. يعني حل الاغتصاب ان احنا نروح نخطف ستات ونغتصبهم؟ لحظه انا بدي اسال سؤال. ما انا اقول لك لحظه قبل. لا لحظه يا نصر، هل الاسلام لما يكون ما في عبوديه او ما في حروب بيشجعك انك تروح تعمل حرب؟ يعني بتروح تاخذ سبايا وتعمل بنعمل ايه؟
لا يحص على ذلك. شيروا ربنا يرزقكم بخمسين نصر في حياتكم، كبسوا وشيروا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربنا عارف طبيعة الرجل، طبيعة الرجل إن هو بيحب التعدد. أنا دلوقتي إيه عايز سبية واثنين وثلاثة و... لا أنت كده تبقى معلش يعني ما تعرفش تتحكم بنفسك يعني. أنا هنظر لا لا لا, لا 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 ما فيش حاجة أصلي. ربنا عارف طبيعة الرجل وعايز سبعين ملا علشان ينام معها، ما يصحش الكلام ده. طب إيه رأيك إيه رأيك إن أنا بحب التعدد، تعدد الزوجات؟ بس كل اللي حيلتك عجله يا نصر وتقريبا السرقت. ايوه بس انا عايز اعدل. انت اخرك تعدد على الشيزلونج، خليك قاعد يا نصر. أنا والله انت تهزيت اهو، اقعد تاني، ارجع تاني يا اخي عدده عليك. لا انا مش قادره. اقعد كويس يا نصر، احنا بنحاول نساعدك. هيثم طلعت مش هينفعك يا نصر لما تمشي في الشارع. والله العظيم انت ملحده اقسم بالله، وانت اثبتت والله انت كذاب. والله انت كذاب يا نصر، وانا مش عايز اصدمك، انا بحاول اساعدك دلوقتي. لما تشتمي لما تشتمي لما تشتمي ملحد لمين؟ لإلك ولا لإلي؟ لما تشتمي المسلمين تبقى ايه؟ مش اخوك في الاسلام من المسلمين يا نصر؟ انا شتمتهم؟ انا تشتمي الرموز الاسلاميه. هيثم طلعت انا دلوقتي شتمته؟ ايوه بتقول عليه يعني من شويه بتقول يعني حماره تدوس وحاجه زي كده. لا ما قلتش حماره تدوس. حماره مين الهبله اللي هتروح عند هيثم طلع؟ هو خلصان لوحده. هيثم طلع غلط اهو. ماشي والله لحظه ما هو ده من اسلام من وين؟ من حرمك لهيثم من وين؟ من وين ده؟ قدوتي قدوتي هو اسمه شير يا اخوانا. رمز اسلامي من وين؟ رمز مين؟ انت اخترعت الرمز ده ازاي يا ست؟ كان إيه؟ رمزي لما اهلنا كانوا يسرقوا الورقه. بس رمز اهبل ازاي يسيب ورقته تتسرق؟ ما اقول لك دلوقتي اللوبي والماسونيه بيلعبوا لعبه قذره. لما انا بعرف انا بعرف يا جماعه. لا لا لا, لا. الراجل يجي يتكلم كويس نقوم نقطعه. جانو احنا بنساعد اخ في الانسانيه. قول يا ناصر، الماسونيه سرقته ولا مين؟ اللوبي الاسرائيلي والماسونيه بيلعبوا لعبه قذره. هم عايزين دلوقتي المسلمين يتركوا دينهم عشان يمهدوا لاحتلال البلاد الاسلاميه. الله فلما الله. اتكلم يا جماعه. فلما هو هم رايك كيف عبد الله رشدي؟ رايك كيف عبد الله رشدي؟ يعني ما اعرف صراحه، مش بستمع ليه كتير. بس هو بينه وبين هيثم وكان بيقول عليه كلام وحش جدا وحياه ربنا. لا يبقى غلط. هو انا اعرف انه اشعري، بس طالما يعني بيغلط في اهل السنه والجماعه يبقى وعنده لقب. حبيبي عنده لقب عبد الله احتياجات. يعني ايه احتياجات؟ روح كان بيقول سبايا وليها احتياجات وطرطيش كلام كده، وحتى غلط. طب ما فعلا وقال عليه ده جاهل وشكله اهبل وابتسامته سامجه وحد ملاس. بس احنا طلعنا وردنا عليه بجد. الدكتور هيثم قال عليه كده؟ عبد الله رشدي قال عليه كده، بس انا سكت له. ده انا والفانز بتوع هيثم طلعت. طب ما انا يعني انا اتفق مع الدكتور عبد الله رشدي. انا فعلا محتاج نسوان كمان يعني. ما هو ما قالش حاجه. هو بيشتم الرمز بتاعك. اما انك مش لا يعني السبايا دلوقتي لما ناخدها معقوله نقتل جوزها واخوها واهلها يعني؟ طب هي هتسيبها مين؟ بالعقل. خلاص ناصر عايز تجيب سبايا منين؟ اجيب سبايا منين لما تقوى شك لما تقوى إيه؟ شكيمة المسلمين لما تقوى شكيمة المسلمين ويشتد أيوة؟ ساعدهم يشتد ساعدهم يشتد ساعدهم نروح نغزو أيوة؟ هنا وهنا وناخد هنا وهنا يعني هنحرك هنحرك بلد. يعني تحب تغزو روسيا مثلا ولا لا؟ حلوين بنات روسيا يا ابني. هنحرك انت من العشرة المبرشطين في الجنة. هنحرك الاساطيل ونطلع على ايطاليا، ومن ايطاليا نطلع على بقى اوروبا بقى نستلها. بص يا نصر يا حبيبي
انت طيرت النوم من عيوني وهسه جاي تريد تحتل اوروبا وروسيا شنو؟ لا يا سيدي ايطاليا فين لا فين يا نصر يا اساتذة انا كتير اسف ما سلمت على الجماعة من كتر ما تخديت تحياتي لكم فردا فردا وبحبكم اهلا بيك سمحت يا جانو من فضلك من فضلك انت واللوبي الصهيوني الله يرضى عليك لو كانت الورقه معاكوا لان هيثم مش قاعد على بعض دكتور هيثم بيدور عليها وقلب الدنيا ولو شاف عطر فيكوا هينفخكوا انت وهيره وانا قلت لكم ثانيه واحده يا جماعه انا محتاج انا محتاج 20000 تكبيسه في 10 دقائق علشان نحمي البث عشان في عليه تبليغات فمعلش يعني نطلع ب 10 دقائق بس عشان نأمن البث ما بينه اتفضل تكبيس حاضر هلا بس انا سؤال يا نصر هو الاسلام يحث على الاستعباد ولا لما والله ما هنسيبك الا لما تجيب الورق اتفضل يا دكتوره انا كان عندي ورقتين فقط طيب انا هقول بس هيك جمله بسيطه الاسلام اصلا يحث على تحرير العبيد تمام كل شيء تحرير رقبه تحرير رقبه تحرير رقبه لما تنتهي العبوديه لا يحب الإسلام على ترجعها أبو لهب يعني هلا لو صارت حروب الإسلام لا يدعو إنك أنت تعمل سبايا أبو لهب ثانية يا دكتورة دكتورة يا أبو لهب لا ده أبو لهب لازم يحضر دلوقتي أبو لهب فور كونكشن هنعمل له إيه استني ثواني ينزل ويطلع طب انزل واطلع يا أبو لهب يا جماعة هو مساخر عليك هو في الشغل ما درش يمكن يتكلم في اللحظة دي للأسف منور استاذ راشد حبيب قلبي دكتورة اتش اهلين دكتورة اتش فين الاسلام فين الاسلام حرر الامر بتحرير العبيد هلا احنا عندنا بالاسلام يا سهيلة اي شيء كفاره اسمعيني بس كان لا هلا كان في هذاك العصر كان في عبيد وكان في استعباد زي الاسر هلا يعني زي لما تاخذي حدا وتحبسيه يعني زي هلا لما ياخذوا اسرى او رهائن او الى اخره بس كانت وقتها بهذاك الزمن كان في عبيد كان في استعباد وكانوا ياخذوهم عندهم يعيشوهم معهم الى اخره بس ما كان يعني ما كان حدا يتم اخذه كعبد او كسبيه الا اللي طلعوا على الحرب يعني اللي كانوا طالعين بيحاربوا كانوا عم يا جماعه يا يا دكتوره يا حريه معلش بس اكمل بس اكمل يا ناس خلي معلوماتك عشان الحسد بس بصي يا دكتورة المسلمين يا دكتورة. المسلمين ما اعتادوا على بيوت إن اسمعيني بس عمرهم ما دخلوا على بيوت مثلا الناس واخذوا سبايا منها كانوا الناس اللي بيحاربوهم ياخذوا منهم سبايا وياخذوا منهم اسرى هلا طيب نتكلم بجد يا دكتورة اسمعيني بس طب اكمل ردي عليك ماشي تفضلي هلا لما كان يصير الاستعباد وضعت قوانين تحمي العبيد من اذى المالك تبعهم هذا بالاول اللي هو مثلا العبد اذا المالك تبعه ضربه كف يحرر الاسلام اذا انا مثلا افطرت في رمضان وبدي اعمل كفاره تحرير رقبه اني اروح يعني اسمي العبد واطلعه ويصير يسامحه هلا لما يجي المايك بتاعك مفتوح اقفل المايك لو سمحت قولي يا دكتورة حناني دكتورة اتش يلا علشان ارد عليك عسر يا هلا لما يجي يعني يدعو للتحرير هلا لما يجي وقت لا يوجد فيه استعباد زي وضعنا الحالي هلا الاسلام لا يحث ابدا على انك تعملي عبيد او سبايا مره ثانيه مش شيء يدعو اليه يعني هو يدعو للتحرير اكثر مما بيدعو لانك انت تستعبد الناس ممكن اسال لا استنى يعني لحظة يا هزبك خلص كلامها علشان الكلام يبقى مكتمل اتفضل انا هنزل بس قبل ما يا نصر على الشزلون لا والله يعني انا كلام الكلام بجد نصر خليك هلا اذا صارت حد يعني انت طولت اصلا وانا عايز اتكلم يا ما تستنى يا نصر بقى اقفل يا حسين قول يا دكتور اتش لما يصير هلا في حرب الاصل انه ما يصيرش في عبيد وسبايا الاصل هلا بما انه القوانين بتقول انه احنا في اسرى مثلا وفي سجون وفي هذا الحكي فانت بتطبق اللي صاير في وقتك الحال عرفتي يعني لو ما يروح نصر يحرر ايطاليا او يحارب ايطاليا ويحتلها ياخذهم اسرى مش عبيد بياخذهم بالسجون زي ما هلا بصير يعني الجيش اللي بيحاربوا الى اخره
ما فيش إشي اسمه نرجع الاستعباد بعد ما وقف العالم، ممنوع. طب يا دكتور حضرتك أعتقد أن أنت لميت النقطة كلها، ممكن بقى تسمعيني ونقفل اللايك إذا سمحت. طيب يا ستي، الآية اللي بتتكلم على عتق رقبة، هل هي تتحدث بمعرض استحسان هذا الأمر ولا بتهديد؟ بمعنى لما ابنك تقولي له هسحب منك التليفون لو ما ذاكرتش، هل انت هنا بتقوليها له بمعرض شيء جيد ان التليفون ده وحش وانا هاخده من ايدك، ولا انت بتحذريه عشان يحافظ على التليفون؟ الإجابة عشان يحافظ على التليفون، تمام؟ إذن كلام إننا نقول إن الإسلام حرر العبيد ما كانتش تفضل آية نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى لحد دلوقتي. دكتورة إتش، اللي حرر العبيد إبراهام لينكولن، ده في القرن 19، خلاص؟ أما اللي حرم الرق تماماً ونهى واحترم حقوق الإنسان هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان سنة 1949 تحديداً في شهر ديسمبر. حلو الكلام ده؟ الإسلام ملوش يد، وإلا لحظة، مفيش حاجة في القرآن الكريم ولا في السردية، إحنا عندنا حديث واضح وصريح إنه العبد الآبق من سيده لا تقبل صلاته 40 يوم أو حتى يعود إلى سيده. إذن الأمر هو تكريس لفكرة العبودية واسترقاق البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجوب طاعة الحاكم حتى وإن كانت رأسه كالزبيبة، عنصرية غير عادية. النبي صلى الله عليه وسلم أرجع زوجة تزوجها بس عشان عندها بهاء فألحقها بأهلها، والصديق اللي كان موجود معنا دافع عن هذا الأمر بأنه إيه؟ هي كذبت على النبي، هي كذبت على النبي، ما قالتلوش إن أنا عندي البهاء. على فكرة أنا شايف إنه عنده حق على فكرة. برافو عليك يا نص، خليك على الشزلون. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انا هرد يعني هعلق. يا ريت يا ريت، اتمنى. يا جماعه لازم تفهموا نقطه مهمه، فكره تحرير عتق رقبه جايه بمعرض استقباح للفعل، ولو عملته والله لاخد العبد اللي عندك كعقوبه. طيب على العموم بس يا حسين اقعد على الشزلون، اسكت يا حسين. المهم انا هنزل بس قبل ما انزل اقول لكم لعنه الله عليكم، مع السلامه. مع السلامه. شفتوا ادي المريض مشي، ما تاكلش سمك ولا بيض يا حسين، ما تاكلش سمك ولا بيض، لا يشيل ويحط عليه. عندي سؤال يا سؤال للدكتوره اتش. دلوقتي طبعا دكتوره اتش، يعني بعيدا عن كل الظروف الزمن والحاجات دي ساعتها، هل ليه الرسول ذات نفسه ما ضربش مثال وقدوة لينا بانه يحرر العبيد والاماء اللي كانوا عنده؟ سيدة ميمونة قالت له انا حرر اعتقت اما من عندي، فقال لها لو ما اعطيتيها هدية، لو ما اهديتيها الى اخوالك، مش كان احسن لما تديها لاخوالك او حتى نستفيد تبقى بجميلة؟ والسيدة زينب بنت جحش لما أهدته جارية عشان تصالحه، ليه بقى الرسول ما ضربش المثال والقدوة وكذا؟ المنهج الإسلامي كرس للعبودية واسترقاق البشر. دي النقطة الثانية. لحظة يا دكتور عشان أرد على كل النقط، أرد على كل النقط بس لو سمحتي. جماعة من فضلكم تكبيس وشير، تكبيس، أنا ما بقولش دعم، بقول تكبيس وشير من فضلكم عشان اللايف، نحمي اللايف بس، عشان في ناس كانوا معانا ونزلوا ما نعرفش هيعملوا ايه، الله يكرمكم يعني. طيب الجزء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كانت حروبه دفاعيه. فين الدفاع؟ فين الدفاع في الهجوم على بني قريظه وبني النضير او خيبر، وطرد اليهود من الحصون بتاعتهم؟ والسيده عائشه قالت لم نشبع قط من التمر إلا بعد فتح خيبر. فتح النبي عليه الصلاة والسلام حتى عندما فتح مكة راح لأهله، بصوا يا أخواننا، قوام الجيش 10,000 مقاتل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنود راكب الخيل عموما إنهم يعملوا يدوروا حوالين نفسهم كتير بالخيل، بحيث أنه ينبعث
غبار شديد فيرهب أهل قريش. أمر كامل الجيش أن يحمل المشاعل حتى يدخل الرعب في قلوب أهل قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم 10 من بينهم امرأتين، وكانتا جاريتين عند ثانية دكتورة، كانتا جاريتين يغنيان شعر عبد الله بن خطل الذي قتل بعدما تعلق بأستار الكعبة. قتل مين يا ستي؟ أشهر من قتل يوم فتح مكة كان عبد الله بن خطل، وفي طبعا عتبة أو عتيبة ابن أبو لهب ابن عمه هرب في الصحراء. البنتين الجاريتين هربوا وتبعهم علي بن أبي طالب فقتلهم. الفكرة الشاهد في الموضوع إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما راح تبوك، أغزو تبوك، تغنموا بنات الأصفر، كان رايح لهم ليه؟ حد من الروم كان قرب على النبي؟ الإجابة لا، الإجابة لا. كل حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت اعتداء على الآخر وفرض الأمر عليه بالقوة. لما عمر بن الخطاب الذي لف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بعمرو بن العاص لفتح مصر، ومن بعده استنى نفس السنة عثمان بن عفان وأرسل لشمال أفريقيا والسبايا والخرج، عمر بن الخطاب عنده مقولة شهيرة بما إني مصرية، قال: فلتخرب مصر في عمار المدينة. أقولك إيه ولا إيه ولا إيه؟ فما ينفعش يا دكتورة حضرتك كاتبة دي آر إتش، لحظة يعني معاكي المفروض بي إتش دي. أنا معي دكتورة دكتورة بي إتش دي. أوكي أوكي، فما ينفعش. اسمحي لي أعلق، اسمحي لي أعلق. لحظة يا دكتورة، لحظة يا دكتورة حنان، اتفضلي يا عير، اتفضلي يا عير. أخرب الله مصر في عمران المدينة وإصلاحها. انتوا بتعرفين كيف انفتحت يعني كيف انفتحت؟ نقول تاني يا دكتور: اخرب الله مصر في عمران المدينة واصلاحها. بغض النظر اذا المقولة صحيحة او لا، انا ما بعرف. بغض النظر المقولة صحيحة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خليني اكمل بس. مصر في عمران المدينة واصلاحها. ريح بقي شوية يا جماعة وتدخلوا مع الدكتورة. طيب نبدأ، تعطوني بس أنا هيك برضو 3 دقائق بس أرد هيك بسيط، رد بسيط على الكلام، ولكن بإسنادات لو سمحتي دكتور. طبعا طبعا كله بإسناد. طيب أول إشي لما هبدأ من الأخير، هلأ فتح مصر كانت بأيامها مصر تحت أي حكم؟ مش عارفين مين اللي كان أصلا محتل مصر وقتها؟ عارفين مين كان بيحكمها؟ تفضل. احنا ايش دخلنا باحتلال مصر يا جماعه؟ هتبرري للغزو العربي؟ لا تبرير من اللي كان ماسك الرومان كان ماسكين. شوف الاسطوانه دي تعبنا منها سنين. اهل مصر اعطينا شيء جديد، اعطينا شيء جديد يا ستي، اعطينا شيء جديد. الرومان كانوا ماسكينها وما احنا مالنا مال اللي كان ماسك، احنا ايش دخلنا فيهم اساسا؟ ايش الكلام هذا؟ اعطينا حاجه جديده. الروايه تعبنا يا دكتوره من ذي الروايه، تعبنا. كمل ايش؟ احنا عارفين الروايه، عارفينها. لا تكمل، انزلي احسن. سلموهم مفاصل الدوله. لا ما اتفقوا، ما وريني الاتفاق، وريني الاتفاق. اتفقوا يسبونهم 200 الف سبيه اتفقوا عليها، جت المدينه. كلامك لا يا شيخه، لا يا شيخه. اغرى 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 رساله المغوغس لعمر بن العاص وعمر العاص لعمر بن الخطاب. مش مظبوط. اسنادك 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 لو سمحتي 200 الف سبيه يا ستي، حتغطي يعني الشمس بالغربال. هذا هذا مشكله. 200 الف سبيه، ما هو بالصوت العالي ما بيخليك تحكي كلام صح. عند عبد الرحمن المغريزي، عبد الرحمن المغريزي حتحصلي عند عبد الرحمن المغريزي. ولعلمك مؤرخ مؤرخ مسلم، لعلمك مؤرخ مسلم. طيب مين لما المسلمين فتحوا مصر حاربوا مين؟ فتحوها انما احتلوها، ما فيش حاجه اسمها فتح، اسمها استعمار وغزو. لما استعمروها ما حاربوا احد، ما حاربوا احد، ما حاربوا ما حاربوا حدا. حاربوا مين بها؟
ما حاربوا ولا حدا. عندك علم اصلا بالقصة كيف تم فتح مشروع عموما. ما حاربوا احدا، ما حاربوا حدا. اعطيني انت معركه، اعطيني اسم، اعطيني اسم معركه كانت لعمرو بن العاص في مصر. اعطيني اسم معركه واحده لعمرو بن العاص في مصر. هم حاربوا الرومان ومسكوا مفاصل الدوله. يا دكتوره، يا دكتوره، حاربوا الرومان، كانوا محتلين مصر بالضبط، والمسلمين حاربوا الرومان حرروها من الرومان. حصلت حصلت في اسكندرية مش في القاهرة المعز. فحضرتك أنا مش عم بقول مكان، ما تلخبطيش تواريخ بقى. لكن لكن عمرو بن العاص ما حاربش مصر لما دخل فيه، ما حاربش القاهرة، ما حاربش المصريين، حارب الرومان خالص، غير انه راح اسكندرية لان المقوقس، ما انت مش المسيحيين الاقباط كانوا مضطهدين وكانوا عايزين يتخلصوا من الحكم، فاستعانوا بعمرو بن العاص. لكن هو اصلا لما جه ما لا لا ما هو لما جه عمرو بن العاص ما وجدش اي مقاومه، هو ما حاربش مع حد من المصريين. حضرتك أنا بقول لك ما حارب المصريين، ما هذا اللي بقوله أنا، حارب الرومان وحررها من الرومان وكانت حررها مصر. لا هو مش حررها، الحكم اللي أخذوه كانت موافقة مصر يحررها ويمشي بقى. ما لا لا هم اللي لا لا هم اللي كانوا يعني. لا لا هم. وأنا ممكن لو سمحتوا يا جماعة ممكن أسأل دكتورة حضرتك في إيه؟ أنهي علم عند حضرتك؟ يعني أنت جاية بتغني عليها يعني عم بتحاول تقلل من كوني دكتورة. لا مش من كونك، عشان أنت بتكذبي علينا يا فندم. أهو حضرتك أنت جاية بتكذبي علينا. أولا هم العرب هم حرروا مصر ومصر. أنا بحكي أنتوا بتحكوا. لا دي واحدة يا فندم، دي واحدة، دي واحدة يا فندم. يا دكتورة، يا دكتورة، يا دكتورة، يا دكتورة، دكتورة اسمعي يا دكتورة حضرتك يا دكتورة، يا دكتورة أبوس إيدك. حضرتك بتقولي حرره، انت عارفة يعني ايه لما انا اروح احرر انسان ارجعه لأهله؟ انا بحرره. لكن دول دخلوا عملوا اللي عملوه وخدوا سبايا، وخدوا سبايا. اسمعي يا فندم، اسمعي يا فندم، اسمعي يا فندم، وخدوا يا فندم، اسمعي يا فندم، اسمعي، وخدوا سبايا وبعتوا خير الله كتير، وبعتوا للحاكم. وهنا مش تحرير، ده احتلال، واحتلوا البلد، احتلوا البلد. اللي سلمهم الحكم هم اهل البلد. وايه اللي جابهم؟ ايه اللي جابهم؟ ما جايين يعملوا ايه؟ اهل البلد طلبوهم، اهل البلد طلبوهم. بعتوا لهم ايميل، بعتوا لهم يعني بعتوا لهم ايميل ولا بعتوا لهم في الواتساب؟ اكيد كان في طبعا كان هذا حاجة يعني التاريخ عندها مش مظبوط. لا مش سأل، انت لساتك قايل استعانوا بعمرو بن العاص يا ستي. طب ماشي، والعرب لما دخلوا الاندلس دخلوا ليه؟ بعتوا لهم برضو كانوا محتلين من مين؟ كان في الاندلس كان فيها خطر اصلا ان هن اللي يحتلوا، خطر يعني في كان في حرب بيناتهم، كان في ايه؟ كان في قنابل عندهم، خطر على المسلمين. كانوا هن يعني فين الاندلس وفين المسلمين؟ خطر عليهم فين؟ ولما دخلوا المغرب، ولما دخلوا الجزائر، ولما دخلوا ليبيا، كل ده خطر عليهم. طب تعال اقول لك، تعال يعني ما تقوليش يا فندم، انت ست دكتوره لازم تفكري شويه بعقلك. دول كانوا عصابه وعارفين بيها بيلموا كل البلاد. وبطل شخصنا عرفت، خلينا نحكي بالموضوع، بطل شخصنا. دكتوره ممكن اقول لك جزء من القوانين اللي بس انا اقول نقطه هلا. لا وجايه تقول لنا ان الاسلام هو تحرر العبيد. يا نهار ابويا، يدعو لتحرير، طبعا بيدعو لتحرير. يدعو فين؟ يدعو فين؟ القران مليان ايات استنى يا رافع. دكتور خالد، هل الاسلام حرر الامر بتحرير العبيد؟ لا كان يامر لكنه ما حرم الاستعباد، هو لم يحرم الاستعباد ولكنه دعا لتحرير العبيد. لو صار في استعباد هذول انتوا اللي بيحاربهم فقط، اللي بيطلع مع الجيش بس هو اللي يسبق ويستعبد، لانه هذا واحد كان ماسك السيف بده يقتله. هذا زي هلا لما تدخل بحرب وياخذوهم اسرى ويحبسوهم، نفس الفكره.
لكن بايامها كانوا هذيك العادات والتقاليد تبعتهم ياخذوهم معهم. هلا انتم لم يقل احمق، لم يقل احمق، لم يقل احمق. اثبتوا لي، اثبتوا لي انه في مسلم، مسلم اثبتوا لي. لحظه بس، لم يقل احمق، لم يقل احمق، لم يقل احمق، لم يقل احمق، لم يقل احمق في 1400 سنه اسلام. لم يقل احمق ان الاسلام حرم العبوديه. انا قلت حرم لو سمحت. يا عبقري اكمل. يا لا 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 أكمل. لا لا قول كلام. اكمل اعملي ميوت لو سمحت. اعملي ميوت. الى تحليل العبيد. اعمل دعا فين؟ اعطيني عطى الرقبه وفك الرقبه. اعطيني النص. مين نزل الدكتوره؟ لا لو حد نزلها في واحد مننا باين عليه. طلعوها تاني. طلعوها. لا ما حدش نزلها. رحت فين يا دكتوره اتش؟ هو ده بقى، دي الشغلانه بقى، يطلع يرمي شويه شبهات وبعدين يجري. استني بس يا سهيل، استني بس اسلم عليكي واقول لك معلش انا كنت موجوده في اول بس كنا بنهزر ونضحك، وبعدين النهارده عيد ميلادي فكان الناس عندي فطورت. قولي لنا النص يا دكتوره اللي بيدعوا فيه الى تحرير العبوديه. فعبال ما جيت انتوا كنتوا بتتكلموا في مواضيع تضحك، انتوا مالكوا احتنيتوا ليه؟ انتوا خلينا قالت حاجات. انتوا بتتكلموا في مواضيع كنتوا الضحك مع اغرب الفتاوي ده كان مشروع حلو جدا النهارده. انتوا ليه اديتوا على بعض على احتلال مصر واحتلال المغرب وشرائع ما خلينا في ربنا يسامح مصر. مصر هذا دخلنا بقصص ما لها دخل. كملي ردي على الدكتور خالد. يا انا بكل بساطه انا ما قلتش حرم الاستعباد. قولي لنا الدعوه، قولي لنا الدعوه اللي دعوه الدعوه اللي انت بتقوليها. قولي لنا الدعوه. فتح ما العقبه وما ادراك ما العقبه. فك رقبه يعني ايه؟ يعني ايه فك رقبه؟ انك تعتق عبد من كونه عبد. تعتق عبد ليه؟ بعدين مين اعطيني دليل على انه لحظه بس. لماذا تعتقين عبدا؟ لماذا تعتقين عبدا؟ ليه؟ عشان تحرروا. هذا دعوه الاسلام. ايوه ليه؟ ايه السبب؟ إذا أنت أذنبت إيه السبب؟ أو بدك تكسب أجر بتروح بتحرر العبيد وبتخليهم أحرار. صاحب الشريعة كان عنده جواري ولا ما كانش عنده جواري؟ أيوة لم يحرم الاستعباد. أنا بسأل سؤال. أيوة كان عنده جواري. أنا بسأل سؤال. مش عايز شرح دلوقتي، مش عايز الخطبة دلوقتي. أيوة كان عنده. هل حررهم الرسول؟ ما حررهم. لماذا؟ ما بدهم. طيب هل حرر عمر بن الخطاب عبيدا او جوارا عنده؟ كانوا يحرروا. هو ابو بكر. اعطنا يلا. انا هعمل ميوت يلا وقلنا انا لا, لا لا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا اصلا ايه؟ كانوا يفتدوا العبيد بكثير بالفلوس. وعلى فكره هذا الكلام بدون دليل. الكلام بدون دليل في اوسخ سله زباله. انا هعمل ميوت واعطيني الروايه الصحيحه. قلة الادب يا دكتور خالد. ليه قلة الادب؟ يعني هعمل ميوت كلامك في اوسخ سله زباله بدون دليل. اعطيني الدليل. انا هعمل ميوت. اسمك دكتور. هلا الاستعباد قبل الاسلام. كلامك في اوسخ سله زباله. اعطيني الروايه التي تقول ان ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي حرروا العبيد. انا هعمل ميوت تاني وتفضلي قولي. ما فيش اوسخ زباله غير اسلوبك والله. انت محترم يا ستي. هو ما بيقولش عليكي. ليه بتشخصني؟ هو بيتكلم على الكلام اللي من غير سند يبقى في الزباله، وكلامي من غير سند برضه في الزباله. انا عادي بجيب السند. بس صدق علي شوي بس قبليها قبل ما نقعد نجيب سند. لا 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 ما بعديش النقطه. اسمع بس الكلام بدون دليل. كلامك للمره الثانيه في اوسخ سله زباله. يا ام عن جهل الحماقه. وانا لا اتحدث مع الحمقى الا حينما ياتوني بالدليل. اعطيني الدليل. بلال بن رباح مين اللي حرر؟ اعمل ميوت واعطيني الدليل. يا عبقري يا احمق مين اللي حرره؟ بلال ابن رباح. مين اللي حرره يا دكتوره دلوقتي؟ يعني هلا انا شو ساوي لك انت؟ مش عارفه.
سؤالة طلعوني مش عايز لو شتمتني مش مشكلة ما عنديش مشكلة تقتني بالدليل وانا هعتذر لها قدام الناس تقتني بالدليل الدليل نحن أمة الدليل الرسول صاحب الشريعة مات وعنده 4 جواري ينكحهم بملك اليمين ومع انه كان عنده 9 زوجات كان عنده 4 جواري اما اي حد احمق او جاهل هنا ياتي المدرسه يتعلم ياتي بالدليل والا كلامه للمره الثانيه في اوسخ سله زباله انا هعمل ميوت وطلعوها تاني تجيب لنا الدليل وانا ما عنديش مشكله ما الاجابه ما عندهاش دليل يا دكتور يا ريت يا ريت يا دكتور تكلمنا بقى علشان المية كام وخمسين دول يتفضلوا يسمعوا هل الإسلام عندك الدليل فين يا دكتورة إتش؟ طيب أنا حأنزل كرمال تطلعي تعطي الدليل بس والله إذا بسمعك عم تحكي كلام طالع نازل مثل اللي تربيتي عليه ما تلمي غير حالك مبدئيا لا 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 هنزل أنا هنزل أنا هنزل أنا خليك يا بروف خليك يا بروف في حد في مكان فاضي خليك يا بروف يا هيرا انت نزلتي ليه تفضلي يا دكتوره تفضلي اطلعي هات الدليل لو سمحتي ليه مش هتصعدي ما انت عندك الدليل انت عندك الدليل يا دكتوره تفضلي بتقول مش عايزه تصعد طيب هي الرابعه لا بتفتى بتقول لك انا هفتح بس بقى وارد ها يا دكتور خالد الله يكرمك قول لنا الحالات اللي حصل فيها تحرير العبيد في الإسلام لأن الكلام ده طول الوقت بيترمي كده على الناس وما فيش حد بيدور ونقول يا جماعة ده يا ستي عيب ليه أنا اديتك الفرصة تطلع وما زالت عندك الفرصة اتفضلي اصعدي حضرتك اللي شخصنتي مع الدكتور وقلت له أنت اللي كذا هو قال لي كلامك بدون دليل يبقى ملوش لا يعتمد بالنسبه له ايه الازمه عندك اتفضلي اطلعي ردي على الدكتور وردي على الناس لان احنا هنتكلم لا مش عيب يا دكتور الحجه بالحجه انا هنزل لها مره ثانيه مشان تطلع وترد بما انها شاطره وعندها دليل طيب ها طب خليكي يا هيره دكتوره هويده بتقول انا هنزل انا استني هننزل دكتورة هويدة بتقولك مش هصعد يبقى اتفضل يا دكتور معاك المايك وقول اللي انت عايز اتفضل طبعا طبيعي ان الشخص اللي يتكلم بدون دليل بيكون هذا موقفه طبعا واضح كلام بدون دليل زي ما انا قلت يلقى في اقرب سلة قمامة ده كلام ما بعيده على طول وبكرره نحن أمة الدليل نميل حيث يميل نحمل ميوت هو تفضلي يعطينا الدليل اتفضلي يا دكتور انت اسلوبك زي الزفت وانا مش مضطره اني اتعامل معك شكرا يا سهيل على الاستضافه يا ست سهيل انا عندي بصوتي وبفتح وبرد تفضلوا عندي بعاملكم بكل احترام انا بعتذر على كلمه احمق اللي انت ليش بتدافع يا دكتوره يعني انت ليش بتدافع بتدافع على 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 شيء انا ولا بدافع اصلا اسلامي ما بيحتاج حد يدافع عنه انتوا عم تحكوا اشياء غلط ليش بتدافع انت عيب عيب بتدافع على شيء الناس اتدمرت من ورا اوروبا اتدمرت من ورا هذا الدين انا مالي باوروبا انا ايش بتدافع تبعها كان غير عن لا لا اوروبا اوروبا كانوا معتدلين بتدافع على سوريا على ايش بتدافعي على سوريا عموما انا بصراحه مع كل الاحترام لك يا سهيله وان شاء الله نحن لا نحترمك انا لا احترمك ولا احترم ارائك الكاذبه يا كذابه انت كذبت على الناس وانا طالع افتح كذبك وعريكي اعريكي اعري كذبك قدام الناس اعري كذبك قدام الناس اعري كذبك وضحك الناس عليك انت عندك دليل على الكلام اللي انت قلتيه لا انت كذابه وجهله وحمقاء ولما تيجي قدام العلماء تقعدي قدامنا وتتعلمي وتتعلمي الصح ما تضحكيش على لما بغلطش ده انا بقول لك اقل كلمه انت جاهله حمقاء يا عمي خلاص انا من استدعى عمرو بن العاص يا كذابه من استدعى عمرو بن العاص يا كذابه مين اللي استدعاه يا كذابه يا كذابه اوعوا هنا تكذبوا وانا موجود
مين اللي استدعى عمرو بن العاص؟ مين اللي راح؟ مين اللي خلى جيش المسلمين يروح مصر؟ مين اللي استدعاه؟ مين اللي طلب احدهم يريد ان يتصدى؟ اتفضل بقى يا دكتور كلمنا عن الموضوع ده لحد ما نشوف حد يقدر يدافع او عنده ادله يفهمنا بيها. اتفضل يا استاذ، انا بعت لك ما حدش غلط فيك يا دكتوره، ما حدش غلط فيك نهائي. كذابه بدون بالزبط. دليل كلام كذب، كذابه دي كلام اقل لما يجي حد يقول لك معلومه وبدون دليل اقول له انت كذاب. انا مسموع، اذا جاب دليله اقول له انا اسف، انا اللي كذاب، انا اللي غلطان، انا اللي كنت جاهل. اطلع يا استاذ وقتي استدعى جيش المسلمين يا كذابه. منور يا دكتور خالد حبيبي، مساء الفل يا دكتوره. دكتور خالد يا بروف، مساء الفل. انت عندك مشكله في النت يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ انا في عندي تحدي، لا ده انا كان في عندي تحدي دلوقتي من الاستاذ الفارس، بيقول انا عايز اطلع لك يا خالد لو راجل طلع لي، مش طلعني الفارس. طب ماشي. طب يا استاذ وليد عندك رد يا استاذ وليد؟ طيب يا استاذ وليد، طلع الاستاذ الفارس. طلع استاذ وليد، افتح المايك بتاعك اتفضل واتكلم. اهلا يا سيد حريم. لا ما فيش ممرضين يا استاذ وليد. طب اضغط جيست يا استاذ فارس. اطلب جيست ولا طلعك او اي حد من الاخوة. يا وليد انت قاعد تقول. طب تعالي يا دكتورة، دكتورة اتش، مش عارفة اتش يعني حلال ولا اتش يعني. هلا 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 الدكتورة، ما كانت معانا في كلاب هاوس، بس انا لما حضرتها ما كانتش مسلمة، مش عارف بقى هي رجعت امتى مسلمة، الله اعلم. فضلي يا دكتورة بهدوء يا دكتورة، النقاش رايح جاي. حضرتك ادعيت ادعاء، انا رديت عليك رد وقلت لا، فطلع دكتور خالد على اعتبار ان هو استاذ دارس شريعة وراجل ازهري طبيب ولكنه دكتور خالد. لحظة لحظة دكتور خالد، انت مسلم ولا ملحد يا دكتور خالد؟ على الذوق اللي عندك هذا، انت بتشوه صورة المسلمين والله. من رأيتموه يتعذب يا خالد، كما قال الرسول فأعضوه بهن أبيه ولا تتعذب. انت اللي بيسمعك بيكفر يا خالد، لأنك انت ولا فاهم ايش يعني. ايه دكتورة الحديث ده؟ يعني ايه دكتورة الحديث ده؟